السلام عليكم خوتي. المهم هذه الحلقه هذه كيف ما كنت قلت لكم نتاع القصص اللي بديناها وهذه الحلقه الاولى. كنت بغيت نديرها الاربع والجمعة ان شاء الله نديروا رياكسيون على الفيديوهات ما كتبش شي ظروف. والمهم قبل ما نبدا هذه القصه ديال اليوم اللي حتى هي المهم اضركم في قلبكم، المهم بغيت نوجه احر التعازي للاب والام نتاع طفله هبه اللي ماتت محروقه مسكينه وبداك المنظر اللي ما تقدرش تكمل الفيديو. وتحيه للناس اللي كانوا واقفين كيتفرجوا وكيصوروا، تحيه لهم. ناديه الرجوله وكيكونوا الرجال، وان الراجل ملي يشوف واحد البنت كتحرق انه يجيب التليفون يبقى يصورها، ونعم الرجوله. وزعما القلب ديالكم مات الرجوله تم محاوله انكم تنقذوا، غير محاوله واخا ما تقدرش، ان خصك دير محاوله. كتشوف واحد البنت اللي 8 سنين وكتحرق ديك الحرقه وعادي تهز التليفون وتصورها نورمال. المهم ونادوك المطافئ، رجال المطافئ اللي جاوا اللي بحال شادين تيوم من الجيران، الماء ما واصلش، الماء ما واصلش لعند الشرجم في انشاء العافيه. ان جاي ما عرفت انا اصلا هذيك، ما عرفت انا واش بومبيه بصح ولا لا، سياره الاطفاء ولا لا. وملي كتجي كتشوف كتلقى داك الماء اللي تضربوا به الاساسيين المتعاقدين، ان ما عرفت مين جابوهم، ما عرفت مين جابوهم. ولكن ملي كتعلق القضيه بشي روح نتاع شي مواطن مغربي ما يبقاوش يبانوا، ما كاينش شي بومبيه بحال هذوك اللي كانوا جابوا باش يفرقوا دوك المظاهرات. واش نقول لكم، انا هذا الميساج هذا بغيت نوصلو للبومبيه ولا اي واحد كيخدم شي خدمه، سواء طبيب سواء، ان راه يقدر يكون ما كاينش شي واحد يحاسبكم في الدنيا، يقدر ما كاينش شي واحد اللي يجي يقول لكم علاش ما درتوش الخدمه ديالكم وعلاش ما حاولتوش انقاذ مواطن. ولكن كونوا متاكدين وكونوا على يقين انكم غادي تحاسبوا في يوم القيامه، لان واخا ما غاديش تحاسبوا في الدنيا راه والله العظيم تتحاسبوا في يوم القيامه، ويوم القيامه اصعب من الحياه ومن ان يجي مسؤول يحاسب. الله يرحم ديك الطفله، الله يجعل متواها الجنه ان شاء الله. اش نقول لكم، الله يرحمها يا ربي، الله يرحمها والله، الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب وصافي. المهم بداو القصه ديال اليوم، وجاوني بزاف ديال القصص اللي ما قدرتش نقراهم كاملين، واختاريت هذه اللي اثرت فيا وفيها واحد الميساج قوي بزاف، وناخذوها عبره. الا ما كانتش القصه غادي ناخذوها عبره ولا نستافدوا منها غير بلاش، ما نكذبش عليكم، حيت كاين بعض القصص جاوني ما يعني فهمتي عاديين، وما غاديش ناخذوا منهم عبره اولا نستافدوا منهم ولا. المهم اختاريت لكم هذه ونبداو على بركه الله. سلام خي سفيان، انا اسمي. المهم اخويا انا كنت كنعرف واحد الدري وكنت كنبغيه بزاف، حتى هو كان كيبغيني، ما عرفتش واش بصح كيبغيني ولا غير كيمثل عليا. المهم بقيت معاه لمده سنه ونصف، ومن بعد جا خطبني من دارنا. عمرني ننسى داك النهار، عمر فرحت بحال داك النهار، ما صحابش ليا هذيك الفرحه غادي تندمني على النهار تزاديت فيه. من بعد ما خطبني تخت فيه بزاف وصافي حسبته راجلي. واحد النهار قال لي نمشيو لدارنا ما كاين حتى واحد، ونجلسوا تما. انا خفت شويه وحاولت نتهرب باش ما نمشيش، وهو بدا كيقول لي واش ما تيقاش فيا، واش خايفه مني، انا عمرني نفرط فيك وانت دابا راكي مرتي، راه عادي. وبقى كيقول لي شي كلام حتى قنعني ومشيت. ووقع اللي وقع صافي. من بعد عادي وبقينا كنهضروا ونتلاقى ونضحكوا، حيت كنت متاكده بلي انا غادي نولي مرتو، ما خفتش من داكشي اللي وقع. من بعد حملت وتما بدا العذاب، قلتها له وتقلق بزاف وبقى كيعايرني وضربني. انا صبرت، قلت تقلق ما بغاش هادشي يوقع. دازت شي 4 ايام كنصوني عليه ما كيجاوبش، مشيت عنده للخدمه هو كيخدم، خرج عندي قال لي اش باغا، قلت له قول داركم نديرو العرس، واخا ما نديروش العرس غير نديرو العقد ونجي عندك، ما بغيتش العرس. قال لي كلمه عمرني نساها، كون غير قتلني وما قالهاش. قال لي وباش عرفت هادشي اللي في كرشك مني، كيما مشيتي معايا تمشي مع غيري. صافي انا الكلام وقف ليا، ما بقيتش قاده نهضر، بقيت غير كنشوف فيه وعيني كيغرغروا بالدموع. خلاني واقفه ومشى للخدمه. من بعد شي ايامات قلتها لامي، حيت عرفت هادشي غادي يبان يبان، وناض الصداع في الدار، كانوا بغاو يقتلوني، غير امي مسكينه اللي كتوقف معايا شويه، لدرجه بابا بغى يطلق امي بسبابي، خوتي بغاو ياكلوني، غير امي مسكينه اللي شداتهم عليا. خوتي مشاو عندو قال لهم انا ما عرفتش واش داكشي اللي في كرشها مني، وهما يضربوه. باتوا يومين ومن بعد دار ليهم التنازل
وخرجوا. انا صونيت على اختو ساكنه في المانيا، الله يعمرها دار، قطعت الطياره وجات دابزات مع اخوها، هو ما يقدرش يهضر معاها كيحشم منها بزاف وشحال وقفات معاه. المهم قالت له غادي تزوجها وداك الشيء اللي غادي يتزاد غادي تقيدو في حاله المدنيه. ديك الساعه دبر راسك، بغيتي تطلق طلق. صافي داك الشيء اللي وقع، درنا الكاغيط، ما بغاش يسكنني في دارهم اللي كنا اصلا غادي نسكنوا فيها. كون ما وقعش هذا الشيء كرا لي بيت في السطح، وكل اسبوع كيجي يعطيني 250 درهم باش نعيش. اختو مسكينه كتصيفط لي كل شهر 1500 درهم بلا اخبارهم. ملي وصل النهار باش نولد، اقسم بالله اخويا سفيان، وكنقول هاد الهضره وكنبكي، مشيت نولد بوحدي حتى واحد ما كان معايا، حتى امي مسكينه بغات تمشي معايا، وبا حلف ليها قال لها الا خرجتي من الدار راكي مطلقه. المهم ولدت وليد، قيدناه في الحاله المدنيه وهو يقول لي غادي نطلقه طلاق اتفاقي. صافي بقيت في الاجراءات نتاع الطلاق وطلقني، قال لي ما غاديش نبقى نخلص الكران تاع هذا البيت، دبري راسك. صافي كان عندي شي فلوس كنخبعهم من الفلوس اللي كتصيفط لي اختو، هزيت ولدي ومشيت لطنجه كنقلب على خدمه. كريت بيت وبقيت كنقلب على خدمه، اللي وقفت عليه نقول له خدمه ما كيبغيش. عندي ولد صغير وما عنديش معاه من نخليه، تعذبت اكثر من 5 شهور وانا كنبيع كلينيكس في الفيروج. حتى اختو اللي كانت كتصيفط لي شويه مسكينه ما بقاتش كتخدم وتزيرات في الفلوس، ولكن كتصيفط لي كل شهرين 1500 درهم، وباقا مسكينه كتصيفط لي لدابا. المهم واحد النهار جا عندي الاساس نتاع الحومه، قال لي واش تخملي واحد الدار نتاع واحد المراه؟ قلت له اه نخمل، حيت كانت الشتا وما قدرتش نخدم في الزنقه. مشيت عند ديك المراه خملت ليها ودرت لي في جهدي، وتا هي مسكينه كتعاونني، وعاودت ليها هادشي كامل، لقيت فيها مسكينه. المهم ساليت خلصاتني وتهلات فيا مسكينه. من بعد يومين جا عندي العساس قال لي راه خالتي اذا بغاتك. مشيت عندها قالت لي هضرت مع راجلي، الا بغيتي تسكني معايا وتعاونيني في الدار ونخلصك وانت ساكنه معايا. وفرحت بزاف وصافي سكنت معاها، الله يعمرها سلعه هي وخالي، ودايريني اكثر من بنتهم. اقسم بالله الا لقيت فيهم الخير اللي عمر لقيته في اللي ولدني واللي من لحمي ودمي. ودابا انا عايشه معاهم، كيسافروا لفرنسا عند ولادهم وكنبقى في الدار بوحدي. ملي كيجيو كيجيبوا لي الحوايج، وحتى ولادهم كيصيفطوا لي الفلوس. المهم ربي وقف معايا ولقاني مع هاد الناس اللي استروني ووقفوا معايا. بلا ما نهضر على هذا الميساج وصل لكم وعرفتوا الميساج اللي فيه، وان راه واخا يجي يخطبك اختي راه كاملين عندنا خوتنا، باش نجيكم من الاخر كاملين عندنا خوتنا، وحتى انا عندي خوتي بنات، راه واخا يجي يخطبك يجيبو ما عرفت شنو يجيبو، راه الا ما ضربتيش معاه الكارت ومشيتي معززه مكرمه لداركم وخرجك من داركم بعزك، راه بلا ما يكذب عليك. وكما هذه هي اللي بقات يكذب عليها ويقول لها كنبغي، ويقدر يكون بصح كان كيبغيها وكيموت عليها وكيحماق عليها وباغي يتزوجها، وملي وقع داك الواقع كرهها، وانما ما بغاش يشوف عاوتاني هو والعقليه ديالو، تيقول لك كيفاش انا غادي نمشي نجيبها، غيبقاو مثلا يضحكوا عليا الناس. طبيعه الحال هذاك عقله متخلف وماشي راجل، وما عمري يكون راجل ولا فيه دم ديال الرجال. انه شنو تخايل له دماغه، انه واش نجيبها حامله يبقى تضحك عليا العائله كذا، ما عرفت شوف العقل الحيواني اللي في دماغه شنو قال له. وهي كذلك غلطات، انا راه ما كنقولوش بان راه غلطات، راه حتى هي دايره الدم. المهم بلا ما يضحك عليكم شي واحد، هذا هو بلا ما يضحك عليكم شي واحد، شنيكم من الاخر راه كلنا عندنا خوتنا، وكلنا كيف ما منبغيوش هذا الشيء، خواتاتنا ما منبغيوش الخواتات الناس، البنات الناس ما بغيوش هادشي يوقع لبنات الناس. والعائله ديال هاد السيده هادي طبيعه الحال ماشي الام غير الاب ودوك جوج خوت، انا قال لك واحد المثال اللحم اللي كيخناز كيهزوه ماليه، ما بغات تكون بنتك كيف ما بغات، اللحم اللي كيخناز كيهزوه ماليه، هذا هو الاصل. اما حيد عليا داك يضحكوا عليا شوهاتني اللي عطى الله عطاه، هذيك بنتك واللي عطى الله عطاه غلطات اه، ولكن راه هادشي اللي عطى الله ان راه ضحك عليها، حتى راه حنا كاملين بشر وكاملين كنغلطوا، ان ما كانش خصهم يجريو عليها، ما كانش خصهم يتبراو منها، كان خصهم يوقفوا مع بنتهم. اه غادي يتعاملوا معها خايب وغادي يسمعوا الهضره ويقدروا يضربوها ولا، ولكن ما غاديش يقدروا يسمحوا فيها ويفرطوا فيها وصافي، بحال ما بين ليله ونهار ما بقاتش بنتهم، حشومه. والمهم انا بعد هاد القصه هادي راه فين كنت كنقراها في الاول، والله العظيم الا واحد قلبي تزير
بقات فيا والله العظيم بقات فيا، وربي دل تويد الخير وان لقى ربي مع دوك الناس اللي وقفوا معاها. المهم الله يفاجئ على اي واحد ولا يطيح شي بنت الناس في هذا المشكل هذا. وهذا ميساج للدراري اللي كيضحكوا على بنات الناس، اللي كيبقى يوعدها بالزواج ونوعدك بالزواج وان شاء الله غادي ندير وغيجي خويا من كدا غادي نجي وان شاء الله نخطبوك، او لا تمشي تخطبها وتكرفس عليها راه ماشي رجوله. اقسم بالله خويا ماشي رجوله، راه كاينين زغبك الشيطان وما قدرتيش، راه كاينين البنات غير وما راه هما كاينين في لي بواط، كاينين بنت الناس خليها عليك. علاش تضيع معاك بنت الناس؟ علاش تكرفس على بنت الناس؟ علاش تضيعها في مستقبلها وتضيعها في حياتها وتقلب لها حياتها 360 درجه؟ خلي بنت الناس بلا ما تكرفس عليها وبلا ما تكذب عليها وبلا ما تضيعها في حياتها. راه كيف ما غادي تضيعها في حياتها غادي يجيب ربي اللي غادي يضيعك في اختك، ولا ما عندكش اختك اقسم بالله الا غادي يجيب ربي اللي غادي يضيعك في بنتك. الا ما كانت عندك بنتك راه ربي غادي يضيعك في الدنيا قبل من الاخره، ربي غادي ينتقم منك في الدنيا قبل ما توصل للاخره. المهم اخوتي كنتمنى هذه القصه هذه تاخذوها عبره، كنتمنى هذه القصه ان توصلكم شي ميساج زوين وايجابي. تهلاو في يوسكم يعادونا الحلقه الجايه ان شاء الله، واللي عنده شي قصه يصيفطها لي في الانستغرام او للفيسبوك. تهلاو في يوسكم، الله يعاونكم.